مرة ثانية رسالة ما أعرف دعاء. كثرة الرسائل ترى تملغ الواحد، يعني الواحد يرسل حاجة يا أما يرسل مرة واحدة في الأسبوع، في الأسبوع إذا كانت هذه رسائل ما واجد مهمة، بعدين يشوف متى يرسل. ما تعال واخطف فقر ساعة 6 ارسل، ساعة ما أعرف كم بالليل ارسل، إلا شغال راقد أنت على التليفون ومو مستوي. صباح الخير، مساء الخير، جمعة مباركة، خميس مباركة، يا أخي انتقوا الرسائل، في رسائل يعني حلوة وتكفي ترى مرة واحدة ولا مرتين في الأسبوع. أما كل يوم كل يوم، والله أتذكر واحدة كانت ترسل رسالة قصة ما قبل النوم، هذه ما قصة قصيرة ما قبل النوم، هذه موسوعة تطير النوم أصلا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.